يعني بالنسبة لأهالي المحتجزين في قطاع غزة من الإسرائيليين، هم يرون بأن حكومة الاحتلال لا تضع على سلم أولوياتها حتى حياة أبنائهم المحتجزين في داخل القطاع، وحتى بأن إجابة يوف جالنت بأن اللقاء سيكون غدا لم يكن جواب مرضي بالنسبة لهم. هم يريدون اللقاء خلال اليوم، هم يريدون إجابات. هم يقولون بأن حتى اللحظة هم لم يتلقوا إجابات واضحة، سواء من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أو من قبل أعضاء الكابينيت السياسي أو الحربي على قطاع غزة. هم يقولون بأن دولة الاحتلال لا تضع حياة أبنائهم أيضا يعني باهتمامها، وأن العملية العسكرية هي فقط من أجل احتلال غزة وإرضاء غرورهم العسكري. وهم يقولون بأن حتى وإن لزم الأمر إيقاف العملية العسكرية والإفراج حتى عن الأسرى الفلسطينيين جميعهم، أننا نريد عودة أبنائنا سالمين الذين هم متأكدون الآن بسبب عنف هذه الغارات بأن حياة أبنائهم في خطر، ويعني حتى ربما أبنائهم قد يكونوا من الأسرى الذين قتلوا، وأعلنت عندهم كتائب القسام بأنهم قتلوا خلال الأيام الماضية بسبب عنف هذه الغارات. طيب. ومن المتوقع أيضا يعني خلال اليوم أن تخرج كتائب القسام وأن تعلن عن مزيد باعتقادي عن قتل إسرائيليين بسبب عنف هذه الغارات التي طالت جميع مناطق قطاع غزة. يعني الإسرائيليين حتى في اليمين الإسرائيلي المتطرف على الجهة الأخرى يهددون بأنه إذا ما تم الاستجابة إلى عائلات الأسرى وإيقاف العملية العسكرية بأنهم سيحرقون دولة الاحتلال، بأنهم سيحرقون هذه الدولة على بنيامين نتنياهو وزراء الدخول إلى غزة شاء أم أبى. يعني اليمين المتطرف يرى بأنه بنيامين نتنياهو وجالنت والكابينيت الحربي مجبرين إلى الدخول إلى قطاع غزة واحتلاله فقط من أجل إرضاء غرورهم العسكري ومن أجل يعني تنفيذ مطامح اليمين المتطرف. وعلى الصعيد الآخر نسمع أصوات تطالب بإيقاف العسكرية العملية العسكرية بشكل كامل وإعادة الأسرى، وحتى يعني وحتى وإن كانت الثمن هو إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتبييض هذه السجون فقط مقابل سلامة أبنائهم المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية في قطاع غزة.